مركزنا مهتم بعلاج الآلام المزمنة والمستعصية. لما نقول آلام مزمنة ومستعصية يعني آلام ما تستجيب للعلاجات العقاقير الدوائية، ممكن أنه حتى بعملية ما إلها عملية جراحية معينة أو إلها عملية بس المريض ما يستحمل عملية، أما لكبر سنه أو لأنه يعني عنده كثير من الأمراض المزمنة اللي يكون موضوع العملية صعب عليها من ناحية التخدير وغيرها. فقلت مثل من هاي الآلام، فإذا نبدي بآلام مثلا الأورام السرطانية. هنا الأورام السرطانية المريض دا يتعالج أما علاج كيميائي أو قد يسووا له عملية أو خارج نطاق أنه يشفى بعملية جراحية. في كل الأحوال هو عنده ألم، والألم ماكو فد دواء ننطيه ويروح من عند الألم، يعني ما يستجيب للمسكنات الطبيعية، وفي نفس الوقت يعني هي مو عملية زائدة دودية ونشيلها ويروح الألم، فهنا المريض راح يبقى عايش ويا الألم، والألم أحياناً تأثيره أكثر من تأثير المرض الأصلي. يعني مثلا بعض المرضى من يوم يجي هنا يقول احنا رضينا بالورم السرطاني الحمد لله والشكر، بس احنا بس نريد الألم يروح. فهنا راح تيجي دور عيادة علاج الألم الموجودة عندنا، أن اكو مجموعة من الأطباء موجودين بيها يدرسون حالة المريض الصحية، تاريخ المرض، طبيعة الألم، تأثيرات الألم، بأي منطقة بالجسم هذا الألم، شنو العقاقير الدوائية اللي ما استجاب لها، وبعد ذلك يقررون فد تداخل معين عن طريق الحقن حتى المريض يعني يعيش بدون ألم، وراح تصير له فرصة أكبر في تحمل العلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو إلى آخره. هاي ضربت لك مثل واحد نوع من علاج الألم. طبعا إذا نريد نذكر بقية الأنواع فراح ندخل إلى موضوع اللي هو آلام الظهر والرقبة. آلام الظهر بسبب أما الانزلاق الغضروفي أو غيرها من الأسباب، أكو أسباب كثيرة، وأحيانا هذا الألم يعني ينزل على الأطراف السفلى. فهنا سابقا كان كل انزلاق غضروفي فعلاجه لازم عملية. يعني الآن يعني دخل موضوع مهم في صلب عمل عيادة علاج الألم التداخلي، وهو إجراء تداخلات معينة مو فقط لشفاء المريض من الألم، وإنما لشفاء أصل الموضوع يعني المسبب للألم، وبالتالي فالمريض راح يشفى من الانزلاق الغضروفي من جهة بدون تداخل جراحي.